مرحبا مواليد برج العقرب، معكم كارمي شماس. اليوم بدي أخبركم عن الأسبوع من التنين 14 أكتوبر للأحد 20 أكتوبر. هيدا أسبوع بعتبره أسبوع كتير مهم لمواليد برج العقرب. الظروف منها هالقد مسهلة ميسرة لأنه الشمس موجودة ببرج الميزان. أربع أسابيع منهم هالقد هينين، هن 30 يوم تقريبا. عند مولود برج العقرب تختلط الأوراق وبتتخربط وما بيقعد عارف حاله مولود برج العقرب وينه. لحسن الحظ وصل لعنا بشهر أكتوبر كوكب الزهرة وبعده موجود هلأ ببرجك بهيدا الأسبوع. كيف بده يكون هيدا الأسبوع؟ في يومين في فترة صعبة وفي فترة جيدة بتساعدك. خلينا نبدأ مع يوم الاثنين. يوم الاثنين القمر كلنا بعدنا تحت تأثير الفولمون من برج الحمل، حتى الساعة 7:30 المساء توقيت بيروت الصيفي. هاي هي الفترة يلي مولود برج العقرب بيلاقي حاله انه فعلا مش انه ما في شيء عم بيزبط، بيلاقي حاله انه كل شيء فوق بعضه، الركض، التعب، التليفونات، الشغل ما عم بيلحق، تتزامن الأعمال، تتزامن، تتراكم، تعبين، معصب، بحس حاله انه ما عم بيلاقي نتيجة. هيدا الجو بيطلب منك تكون مركز اكتر، تركز اكتر على شغلك، تركز اكتر على الاولويات لحتى تتفادى الوقوع ضحية تراكم الامور. المسائل الصحية لازم تنتبه لها. بس لما يوصل القمر لبرج الثور بتمام الساعة 7:30 المساء توقيت بيروت، بتدخل بالحلقة الأضعف من هيدا الأسبوع، فترة نوعية وقت صعبة، عاصفة فلكية تستمر كل الثلاثة وكل الأربعة. هاي هي الفترة الأضعف، وأنا اختصاصي هو لكم نوعية الوقت الأحوال الفلكية، وها أنتم وصلتم إلى المرحلة الأضعف، نوعية الوقت صعبة، بعده عن المشاكل، بعده خلالها عن الظروف الصعبة. ما توقعوا حالكم بظروف محرجة لأنكم فعلا قد تحرجوا بشكل صعب. فترة ضعيفة، فترة تخلق لكم مشكل، تخلق لكم خلاف، ومعقول فعلا تخسروا علاقة أو ثقة أحد الأشخاص. فترة خلوها على جنب، وأنا بعتبرها من الأيام الأقل حظا بشهر أكتوبر ويمكن حتى بالسنة كلها، فكونوا حذرين. الخميس والجمعة بتزيح العاصفة الفلكية وبتبلش الأمور شوي تتحسن، صار في مجال ترجعوا توقفوا على إجريكم وترجعوا تعتذروا، تضبطوا الأمور، تردوا المياه لمجاريها الطبيعية، ومطلوب منكم تردوا المياه إلى مجراها الطبيعي لحتى ترجع تزبط وترجع العلاقات تقوى، خاصة إذا تأثرت علاقة ما بهيدا الموضوع. أهم شيء تحافظوا على استقرار علاقاتكم، ارتباطاتكم المهنية العاطفية وإلى آخره. السبت 19 أكتوبر القمر موجود ببرج الجوزاء، يلي بطلب منكم انكم تكملوا في محاولاتكم الى درء المشاكل، الى تقريب وجهات النظر وتقريب المسافة بينكم وبين الاخرين، حتى الساعة 2 الى ربع بعد ظهر توقيت بيروت. من بعدها بينتقل القمر لبرج السرطان، وهون بتتنهدوا، هون تاخدوا نفس عميق، وهون الشمس عندكم بتطل، شمسكم بتطل وبيقوى نجمكم، وبتصيروا نوعا ما قادرين توقفوا على إجريكم، ترفعوا راسكم وتكونوا تجذبوا بعض الحظوظ، وكأنها بتفتح بوجهكم. السبت بعد الظهر وكل يوم الأحد الأجواء صارت أفضل، أريح، ومطلوب منكم هون ترجعوا تستعيدوا الثقة في النفس وتجربوا فعلا تشتغلوا على الأمور يلي بهمكم أمرها. أجواء مثل ما شايفين أسبوع حذر، كونوا حذرين فيه. لحسن الحظ كوكب الزهرة موجود ببرجكم، والأكثر حظا رح بتكون مواليد 29 30 31 أكتوبر 1 ل 7 نوفمبر تشرين الثاني. بدي أتمنى لكم أسبوع جيد مثمر بعيد عن المشاكل. إلى اللقاء، باي باي.